هتكلم مع حضراتكم كمان عن قضية لن يعني تتحرك من الساحة، وعن موضوع تاني أعتقد أنه القرارات المختلفة والمتغيرة بشأن طريقة إجراء الامتحانات على مدار السنتين اللي فاتوا في مصر وكل دول العالم بقت خلاص حاجة تحتاج المتابعة، ونحتاج كل شوية نراجع احنا هنمتحن ازاي. طبعا دي غريبة، طبعا مستهجنة، لكن وزارة التربية والتعليم بتقرر قرار جديد بناء بالتأكيد على معطيات جديدة، إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، وإنه الامتحانات هيتم عقدها ورقيا للفصل الدراسي الأول، سواء الأسئلة الاختيارية الاختيار من متعدد. وإحنا عارفين طبعا إنه في محاولات رقمنة الامتحانات معظم الأسئلة كانت أو 100% من الأسئلة قبل كده كانت اختيار من متعدد، لكن السنة دي بما إنها بقت ورقية ف 70% اختيار من متعدد و 30% ورقية. والوزارة أشارت إلى أنه ده تيسيرا على الطلاب، وأنه كل أستاذ أو كل مدرسة هتكون مسؤولة عن وضع الامتحانات. دايما بنسمع كده، ودي حاجة تحسب برضو لوزارة التربية والتعليم إذا كانت أمر إيجابي جدا، أنه يا جماعة الامتحانات مش هدف، الامتحانات وسيلة للتقييم. فعشان كده إذا كان هناك تغيير خلونا نفهم فكرة تغيير طريقة الامتحان أكتر من مرة إزاي بتأثر على نتائج الطلاب، على استيعاب الطلاب، أو بتأثر على العملية التعليمية ككل. دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس معنا على التليفون. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. يعني الأول يا دكتور عايزة أعرف رأي حضرتك بحسب أفضل الأساليب التربوية، سنة أولى وتانية ثانوي هما من أكتر المراحل اللي احنا اتحركنا فيها يمينا ويسارا كتير قوي، ما بين الكلام عن نمتحن من خلال التابلت، نمتحن في المدرسة، لا نمتحن في البيت، التغييرات الكتيرة دي وتأثيرها على العمليات التعليمية. لو كان ملهاش تأثير طمنا. دكتور حسن حضرتك سامعني؟ طبعا ان وزاره التربيه والتعليم نجحت انها تكرس اولياء الامور او تنبه اولياء الامور، لان الوزاره هدفها التعليم وليس هدفها الامتحانات. فتم تقريبا ان في قناعه يعني غير معلنه بين اولياء الامور وبين الطلاب مع وزاره التربيه والتعليم ان الامتحانات وسيله وليست غايه، لأن الهدف من الوزارة إنها تعلم، والهدف من إن أنا أروح المدرسة أو الجامعة إن أنا أتعلم. الامتحانات التعليم للامتحانات وليس للحياة، انتهى هذا الشعار وأصبح الآن التعليم للحياة. لكن الامتحان ضرورة، وضرورة مهمة عند أولياء الأمور بالذات، لأن هم يهمهم إن الطالب بينجح وإن الطالب يحصل على رخصة. الامتحانات هذا العام هي صورة تبقى الأصل من امتحانات العام الماضي، لأن وزارة التربية والتعليم تحقيق الهدوء وتحقيق الاستقرار لدى الطلاب، لأن تعودوا على هذه الأسئلة. طب ليه ما خلناش الإلكترونية؟ أولياء الأمور بيتخوف من مخاطر الامتحانات الإلكترونية، قد يصيب الطلاب جراء التقنيات الحديثة، ولذلك كان الهدوء مطلوب والاستقرار مطلوب في تقديم هذه. لكن الامتحان اصلا مش مهم انه يكون ورقه او الكتروني، لكن نوع الامتحان، نوع طريقه الامتحان. طب انا في نقطتين يا دكتور اسمح لي. الاسئله الموضوعيه ان كل ماده ليها عدد محدود من الاسئله في ورقه امتحانيه واحده، ان في استقرار، لان هذه الامتحانات تم التدريب عليها في بنك المعرفه وتم التدريب عليها في مصر. فأصبح الامتحان الآن يعني حتى المعلمين اللي هم في الدروس الخصوصية تحولوا إلى التدريب على التفكير والتدريب على إبداء الرأي. وإحنا عايزين نخلص بقى من أزمة موضوع الدروس وكل هذه المهارات العقلية العليا. هي دي دعوة وتوجهات إلى إنسان جديد لمجتمع جديد، انسان يفكر، يبدي رايه، يفسر، يعلل، وليس انسان يحفظ. طيب انا يا دكتور محتاجه اسال حضرتك في نقطتين بعد اذنك. ثقافه التحصيل دكتور حضرتك سامعني؟ ودي ترتبط ب اتفضلي حضرتك.
انا بس في نقطه مهمه قوي حضرتك قلتها لازم اقف عندها. اولا حضرتك قلت الامتحان زي السنه اللي فاتت او صوره طبق الاصل من طريقه الامتحان السنه اللي فاتت. هل السنه اللي فاتت الامتحان اللي كان الكتروني تماما كان فيه 30% اسايز او اسئله كتابيه تكتب، ولا زي السنه دي اختلفت النسبه وتغيرت بقت 70 30 70 اختيار من متعدد؟ اللي احنا كنا فاهمينه ان السنه اللي فاتت كان تقريبا 100% اختيار من متعدد، هل ده صح؟ صحح لنا بس المعلومه في التغير في طريقه الامتحان. هو الامتحان الموضوعي بيمتاز بالدقه وبيمتاز بالسرعه في التصحيح والدقه، لان غير موجود في ورقه الامتحان، لان امتحان المقال بالمصحح بيديكي 8 من 10، والثاني يديكي 7، والثالث يديكي 9، فبيختلف في المختبرات الموضوعيه درجات مقننه ومحطوطه وبيتم تصحيحها الكترونيا. لكن هو الوسيله او الميديا بتقدم سواء كان ورقي او عن طريق التابلت او عن طريق بعد كده الادوات الاخرى اللي كانت مستخدمه قبل كده. حتى الثانويه العامه السنه اللي فاتت تفتكر السنه كان الرئيس تدخل وقال لابد بيبقى في امتحان اللي هو الورقي، وابتدينا امتحانهم ورقي ما امتحانهمش على النت، لان في بتقابلها. احنا لو قلنا نت يقولوا لا ورقي، لو قلنا ورقي يقولوا لا نت. خلينا نقتنع بان وزاره التعليم ماشية في طريقها في تطوير خطوة خطوة، وخلينا نقتنع بأن احنا ان وزارة التربية والتعليم وان الدولة حريصة على انها تصنع انسان جديد يجد عمل سوق العمل، انسان يحصل على رخصة، حريصة على انها تنوع في الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية والجامعات الدولية. بالتأكيد يا دكتور، أنا بأكد على كلام حضرتك. تتطلب مخرجات جديدة من التعليم ما قبل الجامعي إلى تصب في التعليم الجامعي. فهنا في مسيرة وفي زخم وفي نقلة نوعية في التعليم إحنا كلنا حاسين بيها ومؤمنين بيها. لكن بالتأكيد أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس.